ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم، وكل عام وأنتم بخير بإذن الله تعالى. أهلي في العراق وفي العالم العربي جميعا، يعيده الله عليكم باليمن والبركة إن شاء الله، وتنحل مشاكل الناس. هذا البرنامج يعني يراد لي في كل موضوع أضع أكرر مسألة مهمة، أنه هذا برنامج تعليمي مجاني، مساهمة شخصية من عندي في تطوير الفكر التدريبي للمدربين العرب، وهو ضمن برامج تدريبية أخرى لناس عرب يعني يعملون بشكل جاد ومخلص على هذا الموضوع، أنه يكون هناك مصادر عربية توازي المصادر الأجنبية في التعليم. أنا أختلف عن الجميع، أنا الآن أبحث عن ما يعرف بالموسوعة التدريبية، أريد أصل إلى موسوعة تدريبية بالفيديو ونضعها وتكون للأجيال القادمة بإذن الله تعالى دليل بسيط متنوع فيه أفكار أولية تمنح القادمين من المتعلمين إلى آفاق أكبر بواسطة تطوير هذه الأفكار. فهذه الأفكار ليست فقط إجبار للتطبيق وإنما اختيار للتطوير، وهذه كلمة مهمة بالنسبة لي. فأنا صاحب مشروع، هذا مشروعي فقط، والحقيقة لا أتدخل في تقاطعات كثيرة في الرياضة لأن ليس من مهمتي أن أتدخل في ذلك. هناك ناس يعملون وهناك ناس يعترضون، والكل إلى الحق في إبداء رأيه، الكل يعني. التدريب اللي يأخذ بالاعتبار يعني إنتاجية كاملة هو التدريب الذي لا يهمل اللاعبين الاحتياط في الفعاليات التدريبية خصوصا التكتيك أبدا. من المدربين الذين عندهم إيمان بأن تضع لاعبيك في كل المراكز اللي هم فيهم في التشكيل أثناء الوحدة التدريبية، أنا من المدربين الذين لا يؤمنون بعزل اللاعبين الاحتياط عن اللاعبين الأساسيين في تدريب التكتيك، سواء في التشكيل أو في طريقة اللعب أو في ما يعرف بالشكل التدريبي. أبدا، أنا أحب أنه المدرب الذكي بالمستقبل، إخواني المتابعين خصوصا الشباب، أن يأخذون فكرة الفلسفة التدريبية بأنه اللاعبين يجب أن يدربون كلهم التدريب المعني. أنا اليوم عندي تدريب معني يسموه تغيير الاتجاه أو تغيير اتجاه اللعب ومهاجمة الكرة العكسية، تمرين بسيط. وضعت اللاعبين الأساسيين بلون من الملابس، ووضعت اللاعبين الاحتياط بلون من الملابس، وتوكلت على الله وقلت أن التدريب يمكن أن تلاحظه بسيط جدا، هو تغيير اتجاه اللعب من اليمين إلى اليسار ومهاجمة الكرة العكسية التي ستلعب من اليسار باتجاهين مختلفين على هدفين متقابلين ضمن مسافة لا يركز فيها على الأداء البدني وإنما على الأداء الفني فقط. إن شاء الله ستكون فعالية منتجة وجيدة وتلقى ترحيب من المتابعين. الكرة من الحراس إلى سبعة، لاحظ من الطرفين ده نشتغل، ثم يتم ربط الكرة مع اللاعبين اللي يقفون بشكل مائل ثم إلى منطقة الجناح اليسار، ثم الآن عمل بسيط كرة عكسية لتهاجم من قبل الثلاثة. إذن أنا ابتدأت بما يعرف بتكتيك بناء، شوف هذا الخط المائل، هذا يسموه تغيير اتجاه اللعب السريع بالتو تاتش لكل لاعب، ثم اللعب في الفراغ في الجناح، ثم مهاجمة الكرة العكسية ولعبها للداخل. إذن هذا التدريب منتج كثير كثير. لماذا منتج كثير كثير؟ أولا منتج
من التمارين المنتجة، لأن كل اللاعبين يشاركون فيه. لماذا؟ لأن في تكتيك، فلا يجوز أن تحرم لاعب احتياط من تنفيذ التكتيك، لأنك إذا حرمته أنت تكون قصرت في تهيئته لأن يكون بديل جيد. هذا واحد. اثنين، أنه أنا ركزت على فعاليتين، سبقت الفعالية الأولى اللي هي عبارة عن أزيد السرعة شوي إن شاء الله بإذنه تعالى وننجح فيه. اثنين، وقلت هو المهم أنا عملت تكتيك وربطته في شيء ما. شيء ما دائما تغيير اتجاه اللعب، في دراسة وجدوا أنه أغلب تغيير اتجاه اللعب ينتهي بكرات عكسية. هذا مهم جدا، أخذ من دراسة، هاي الفكرة أخذت من دراسة، فشكلت ما يعرف بفعالية تدريبية لدعم تلك الدراسة. الدراسة فقط قالت، لكن أنا وضعت، هم لم يضعوا، هم قالوا أنه تكتيك في كرة القدم اللي يعتمد على تغيير اتجاه اللعب من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين دائما ينتهي بخلق وضعية كرة عكسية. أوكي، لأن الكرات العكسية مهمة الآن بالعالم، تشوف بالدوريات كما كانت لا زالت مهمة. فأنا أخذت المبدأ الدراسي والبحث، موجود البحث سأضعه على الصفحة، وحاولت إلى تطبيق. نعم، تطبيق. لذلك الناس اللي تتكلم عن داتابيس يجب أن تفهم أنه الداتابيس أرقام ومحترمة لا تكذب، وأفكار، لكنها تخلو من شيء مهم وهو الجانب التطبيقي. أنا أعطيك مثال كيف يمكن أن تحول الجانب الداتابيس، الإحصاء، النسب التي يخرج بها الدارس والباحث إلى فعاليات ميدانية. لأن أنا ما أخذ الداتابيس وأضعها باللعب أثناء اللعب، لا، أخذ التطبيقات العملية لما يعرف بالإحصاء الفني للتحليل وأضعها في ساحات التدريب لينتقل إلى ساحات اللعب. فتشوف الفعالية ممتازة، يعني أنا بنظري ممتازة، ما قد يكون بنظرك ممتازة، لأنني من المدربين الذين يقولون دائما اهتم بما هو بسيط. لاحظ، بناء بسيط، ما في ثم تغيير اتجاه اللعب السريع بالوان تاتش أو التو تاتش، ثم مهاجمة الكرة العكسية، بعد خلق أو استحداث وضعية كرة عكسية، هذا شيء جيد. ثم نرجع، اللاعبين نفسهم خليتهم أنا العشرة والستة والتسعة، لأن هم ذولا عندي بالتشكيل، انتبه لكلامي هذا، هم ذولا عندي بالتشكيل الثلاثة اللي أريدهم يكونون الرأس الرمح بمهاجمة الكرة العكسية في اللعب. ووضعت اللاعبين الآخرين اللي يظهرون في مناطق الأجنحة خلال اللعب بالتشكيل على الأطراف. فرجعت اللاعبين الثلاثة بالوسط دائما يكررون الأساسيين والاعتياط، وخليت اللاعبين اللي يظهرون على الأجناب دائما على الأجناب. ما أجيب الدعش والسبعة وأخليهم بالداخل، لا أبدا، أنا أدرب تكتيك مرتبط بالتشكيل وبشكل الفريق. فهذه الناحية مهمة، هذه الناحية يعني أريد أذكر هي تدعم مقولة أنه المهم هو ما تدرب، هو كيف تدرب وليس ما تدرب. هذا البرنامج يركز على ماذا تدرب، والأهم كيف تدرب هذا التدريب. الآن اليوم احنا قلنا كلام مهم، واحدة من مشاكل التدريب خصوصا التكتيك هو إهمال اللاعبين الاحتياط وتحويلهم إلى مساعد المدرب لكي
يتدربون على شيء مخالف لما يتدرب عليه الفريق الأساسي. هل يمنع دائما الفريق الأساسي من التدريب بدون لاعبين؟ لا أبدا أبدا، في حالات كثيرة يركز المدرب على التشكيلة الأساسية في التدريب لتحقيق هدف ما عندهم. نعم، لكن إذا دائما أنت تعزل الاحتياط تعزل الاحتياط، أنهيت الاحتياط بأن يكون مستعدا للدخول وتطبيق ما تريد أثناء التغيير في المباراة. هذه أشياء بسيطة يعني، وهي كرة القدم. لاحظ على الإنترنت فرق المتقدمة اللي تدرب، تدرب روبوت، تدرب تبادل كرة، تدرب لعب، تدرب ما يعرف بال يسمونه تطوير فعاليات ضمن مسافات قصيرة، ضمن يعني تبادل الكرة ضمن مسافات قصيرة بتبادل المراكز، يتبع شيء موجود في ذاكرة كل المدربين مهما كانت مستوياتهم. لكن احنا في هذه الفعالية أردت السؤال اللي ورد وأجيب عليه، إنه هل اللاعبين الاحتياط حصة تقترب من حصة اللاعبين الأساسيين في تدريب الفعاليات التكتيكية؟ نعم نعم نعم. فخذ المثال هذا، دراسة قالت إنه أغلب ما يعرف بتغيير اتجاه اللعب ينتهي بكرات عكسية. لكن هذا كلام مأخوذ إحصاء صادق، ليس فيه من كذب، يمكن أن تكذب الإحصاء، لكن أين التطبيق في الميدان؟ أخذت الجملة التي ليست دراستي، دراسة متقدمة جدا، ووضعتها ميدانيا. أنا وضعت ما حولت الأرقام والنسب إلى تدريب ميداني يفيد المدربين بإذن الله تعالى، يفيد المدربين ممن يتعلمون يعني. فهذا الموقف المائل في كرة القدم مهم جدا جدا، وأنه نقل الكرة بهذه الطريقة خلال المباريات يتكرر كثير في كرة القدم. فإذا شيء يتكرر كثير في كرة متقدمة أأتي به وأضعه في التدريب، خصوصا إذا كان يعني هناك يعني دراسة أكدت على هذا المفهوم الذي يعني أو يعنى بدراسة التكتيك خلال بطولات متقدمة. توكلوا على الله، ابدعوا، الخلق والإبداع من مهمات المدرب الجيد، والتكراري لمقولة أن هذا برنامج تعليمي وليس برنامج اجتماعي وصفحة لتبادل ما يعرف بالاتهامات والمشاكل. لا لا، بعيد كل البعد، لأني رجل أحترم المعرفة جدا، أحترم العلم، وأقول المدرب المتعلم خير من المدرب غير المتعلم. وقد يعتقد البعض أن الدورات التدريبية تكفي لخلق جيل من المدربين المتعلمين. لا، ما يخلق الجيل المتعلم وما يطور المدرب هو التعلم الذاتي، يعني أنت تقضي الليل والنهار تبحث وتشاهد وتستمع إلى الكثير من المعرفة الموجودة على الإنترنت، بدل أن تبذر طاقتك الفكرية في مواضيع لا طائل منها وهي لغو فارغ في زمن أصبح الحقيقة فارغ جدا. أنا موفق المولى، أرجو من أبنائي تطوير الفعاليات التي أضعها والمشاركة في هذه المواضيع. أعطي رأيك، دائما أريد رأيك. لاحظ المنفعة في فعالية، منفعة رائعة، ثبتنا الثلاثة في الوسط
وجعلنا الأجنحة يغيرون مكانهم بعد كل محاولة. ممتاز، هو تطبيق لما يعرف بحركات اللاعبين في التشكيل الذي نلعب به، سواء اللاعبين الأساسيين أو اللاعبين الاحتياط. خيركم من صلى على سيدي وشفيعي وشفيعكم يوم الفزع الأكبر رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. شكرا جزيلا.